انا عاده البوماتي بيكونوا متنوعين خاصه بالموسيقى، يعني الموسيقى عاده دائما بتكون مخلوط، يعني خليط من الرومانس ومن الشعبي ومن الكلاسيك، مثل ما عودت الناس انه كل سنه يكون البومي هيك او كل سنتين، لانه انا بتاخر كثير، معروف عني انه بتاخر كثير تنزل البومات، مش كل سنه بنزل البوم، بس متنوع واكيد بين اللبناني والمصري والخليجي. اولا انا كثير مبسوطه بوجودي هون، مع انه هيدي اول مره بس دفنتلي ما رح تكون اخر مره، وسو اكسايتد هيك، حاسه انه الايفنت كثير حلو، ايفنت ضخم كثير، وانا عاده اجمالا بحب هالنوع من الرياضه لانه بحسها انيقه، يعني بتخلط بين الرياضه وجمال الاحصنه، وخاصه انه هالمنطقه بالذات دبي بالذات يعني بتتميز بهالتراث. هذا الشيء بيرجع لطبع الانسان، انا بطبعي من اول ما بلشت او من اول ما خلقت اذا بدك بحب كثير انه اشوف شغلي، بحب كثير اطلع على شغلي، على اعمالي، على الاشياء اللي بدي اقدمها، على خطواتي. ولا مره طلعت انه اعمل مشاكل مع حدا ولا رد على حدا، اوقات بسمع بس بحس انه الرد دائما باعمال ناجحه وباعمال فنيه، يعني الهم هيك بياخذوا بصمه عند الناس، بحس انه هيدا هو اللي انا لازم اقدمه للناس، هذا هو اللي لازم اعمله. يعني انا شهادتي مجروحه بالمراه العربيه لانه انا امراه عربيه اولا، بعتبر ما فيني اعطي رايي، بعتبر انه المراه العربيه خاصه مميزه كثير وعم تتميز اكثر، يعني عم تقدر توصل شوي شوي لمناصب كثير كبيره ولمناصب كثير عاليه. والمراه برايي هي اهم من الرجل، معلش اسمحوا لنا، لانه المراه عندها كثير مسؤوليات، عندها الى جانب انه تكون اكيد امراه ناجحه بالمجتمع وعندها مناصب، كمان عندها عائلتها، يعني عندها الشق الثاني اللي هو كمان لازم يكون فيه بيرفكت، هيك مثل ما بقول لازم يكون ناجحه باثنين، فالمسؤوليه عليها اصعب واكبر. انه ابقى باللي انا فيه هلا، انا صراحه كثير راضيه على اللي انا وصلت له، بتمنى الاستمراريه لانه دائما الاستمراريه هي اهم من النجاح بحد ذاته، انك تحافظي على هالنجاح اللي انت وصلتي له. وبالنسبة لي محبة الناس هي نعمة من عند الله، وأنا عطول بسعى كرمالها. ما في شك إنه نحن بمرحلة صعبة، العالم العربي بمرحلة صعبة. كل يلي بقوله وكل يلي بتمني إنه نشوف السلام ونشوف الاتفاق، نشوف إيد وحدة، لأنه إذا ما كنا كلنا نحن العرب، إذا ما كنا إيد وحدة بيقدروا كتير يزحفونا، بس إذا كنا إيد وحدة بننتصر، وإن شاء الله بعم السلام بالعالم العربي كله. هذا الشيء اللي بتمنيه يمكن أنا وكل العرب من قلبنا.